ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا، انا متاكده انها تعجبكم، بقلم الكاتبه المبدعه روني محمد. لكن قبل ما ابدا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. بتبتدي الحكايه ببنت بتجري وهي لابسه فستان الفرح، وبتتمنى ان محدش يكتشف انها هربت، والا هيلحقوها ويرجعوها البيت علشان يجبروها على الجواز. وصلت لأول الطريق السريع وبدأت تشاور للعربيات، لغاية ما أخيرا عربية وقفت نزل منها راجل باين عليه الشيب، سنه تخطى 70. بصلها باستغراب وقال: إيه اللي موقفك هنهك ده؟ وإيه الفستان ده؟ أنت هربانة من فرحك ولا إيه؟ بصت له شجن وعينيها كلها دموع وقالت: أيوة، أرجوك وصلني بس لمحطة القطر وأنا هتصرف، الطريق بعيد والليل داخل علينا. ارجعي يا بنت لأهلك ولعريسك واخذي الشيطان، ما ينفعش اللي انت ناوي عليه ده، انت كده هتجيب لأهلك العار والفضايح. أنا مش هينفع ارجع تاني، دول هيقضوا عليا، انا ما صدقت خلصت منهم، انا هربت من فرحي، ارجوك ساعدني اوصل بس للقطر. ليه؟ حرام عليكي اهلك، ازاي تهربي وتسيبي عريسك؟ انا مش ممكن اساعدك في حاجه زي كده، انا لو هساعدك يبقى ساعدك ورجعك ليهم، وحتى لو مش عاوزه تتجوزي ما تتجوزيش، بس الهرب مش حل. قعدت شجن في الارض وكانت بتعيط وقالت: لو رجعت لأهلي هيجوزوني لواحد أكبر مني بأكتر من 40 سنة، ده ما يرضيش ربنا، أنا ما صدقت إن خلصت من جوزي الأولاني اللي كان أكبر مني ب50 سنة، عاوزين يحكموا عليا تاني بالإعدام. للحظة فاروق حس بالشفقة من ناحيتها وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، طب وبعدين يا بنتي هتعملي إيه؟ مسحت دموعها وقالت: بص، أني مش طالبة منك غير بس توصلني لأقرب محطة قطر وتشاور لي على القطر اللي مسافر القاهرة، وجميلك ده مش هنساه العمر كله. فاروق لأول مرة يحس بالحيرة، ولكن أخيرا أيد إحساسه وقال: تعالي يا بنت اركبي وربنا يفك كربك وتطلعي صادقة. ابتسمت شجن وهي بتركب العربية وقالت: أنت ما تعرفش باللي بتعمله معايا ده، هتاخد ثواب قد إيه، روح ربنا يعمر بيتك. ركب فاروق العربية بعدها وبص للسواق وقال: اطلع يا جمال، كفاية علينا العطلة دي. السواق دور العربية ومشي، وشجن كانت بتبص على الطريق وحست بالنعاس وكانت هتنام وقالت: هو فاضل ياما على محطة القطر، احنا في طريقنا للمدينة بس لسه الطريق طويل، نامي شوية ولما نوصل هصحيكي. سندت شجن براسها على الشباك ونامت. وفي الولايات المتحدة في واحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة لعلاج السرطان، وقف طاهر وقال: طمني يا دكتور، نهلة عاملة ايه دلوقتي؟ للأسف جسمها مش بيستجيب للكيماوي ولازم نعمل لها استئصال للرحم. ماشي موافق، أهم حاجة تبقى كويسة والنزيف اللي عندها ده يقف، دي بقالها شهور على الحالة دي، تقدر تمضي حضرتك على الإقرار وإحنا هندخلها العمليات بعد كام ساعة. تمام موافق، اعتبر إن كل حاجة خلاص جاهزة. الدكتور مشي وطاهر دخل لنهلة مراته وقال: خلاص الدكتور طمني وقال إن بعد العملية هتبقي كويسة وهترجعي أحسن من الأول. بصت له نهلة بحزن وقالت بدموع: وانا مش عاوز اعمل العملية دي، انا ما عنديش استعداد اعيش كده، طب ازاي؟ مش هقدر اخلف لك الولد اللي كنت مستنيه. ولد ايه يا نهلة اللي بتفكري فيه؟ انا اهم حاجة عندي صحتك انتي، ولو ما عملتيش العملية دي هيجرى لك حاجة. برضو لا، انا مش عاوز اعملها، لو في اي علاج او اي ادوية انا موافقة بيها، بس مش هعمل العملية. خرج طاهر من اوضتها وهو متضايق، والدكتور قبله وقال له: يا ترى اقنعتها توافق على العملية؟ العملية لو ما تعملتش هتقدر تعيش بنسبة كام في المية؟ هتبقى حياتها مجرد شهور وهتعيشها والأمر كله لله، يبقى لازم تعملوا العملية على مسؤوليتي الشخصية حتى لو هي رفضت. ونرجع تاني لمصر، فتحت شجن عينيها وهي بتحاول تحرك رقبتها بألم، سمعت صوت جاي من برا العربية، ولما انتبهت كان السواق اللي قال: تقدري تتفضلي، احنا خلاص وصلنا. نزلت شجن من العربية وكان فاروق مش موجود، والسواق قال: فاروق به مستنيكي في مكتبه، تقدري تدخلي تشوفيه. ما تعرفش هو عاوزني ليه؟ اما تدخلي هتعرفي. بصت شجن حواليها وانبهرت من جمال القصر وتحركت ناحيه الباب، وكانت هترن الجرس الا ان الخدامه قابلتها ووصلتها لمكتب فاروق. دخلت شجن وهي حاسه بالتوتر والخوف، وفاروق كان بيتكلم في التليفون، وبعد دقايق قفل وبص لشجن وقال: اقعدي وقولي لي حكايتك بالظبط. انا اسمي شجن، من قريه بعيده وسط الصعيد، امي ماتت وانا عندي 5 سنين، وابويا اتجوز بعدها 3، كل مرات اب كانت بتيجي كانت اسوأ من اللي قبلها، لغايه ما تميت سن 15، واتفاجئت لما مرات ابويا دخل عليا بعريس في سن 60، رفضت وكنت ههرب، بس هم صمموا وجوزوني. شجن افتكرت ذكرياتها
وكانت بتعيط وفاروق قال ازاي ده يحصل، قانونا غلط، وكمان فين عمدة بلدكم؟ ما هو العريس كان العمدة، يعني هو المستفاد، كل سنة ولا اتنين يتجوز عروسة من دور أحفاده ويسيبها ويشوف غيرها. كملي، وبعدين ايه اللي حصل؟ لما اتجوزت العمدة ما عشتش معاه يوم واحد، ومثلت قدامه اني مجنونة، وفي أول ليلة خليته نايم وولعت في السرير اللي كان نايم عليه، وبعد كم يوم خاف وطلقني. ابتسم فاروق وقال يعني في الآخر قدرت تخلصي نفسك منه؟ أيوة، بس طلعت عليا سمعة اني مجنونة، والناس كلها كانت بتخاف مني لغاية ما بقى عندي 20 سنة، ومرت أبويا قررت تجوزني تاني، الجوازة التانية اللي هي المرة دي. صح، هزت شجن راسها وقالت وهربت منهم قبل كتب كتاب، العريس المرة دي معدي 70. طب قوليلي وانت بتهربي كنت ناوية تروحي على فين؟ بلاد الله واسعة، على الأقل المكان اللي هروحه هيبقى أحسن من العيشة مع راجل في السن ده. وانت تعرفي ايه عن بلاد الله الواسعة اللي مليانة ديابة ممكن تنهش في لحمك؟ مش هيكون أسوأ من اللي شفته في حياتي، الديابة اللي بتقول عليها دي هتكون أحن عليا من أهلي. اتناهد فاروق وهو بيبصلها بحزن وقال خلاص خليك هنا، أم سعيد كبرت في السن وبقت تحتاج اللي يساعدها في شغل البيت. ابتسمت شجن ووقفت وقربت منه وكانت هتبوس إيده، إلا إنه مسح على رأسها بحنان وقال لها أنا هبعت اللي يسأل على حكايتك، ولو فعلا حقيقية صدقيني مش هسيبك تمشي من بيتي أبدا. وفي أوضة تانية من القصر فتحت سعاد عينيها وقالت خير يا مسعيد، بتصحيني بدري كده ليه؟ ده يدوب النهار بيشكشج، الحاج فاروق وصل تحت ومعها بنتك ده شكلها غريب. استغربت سعاد وقالت بنت مين دي وشكلها غريب ازاي؟ مش فاهمة، البنت كانت لابسة فستان فرح وشكلها مبهدل. اتنفضت سعاد بسرعة ووقفت وقالت ايه، الحاج فاروق اتجوز عليا وكمان جايبها لهنا؟ جريت سعاد وكانت خارجة من الأوضة، وام سعيد قالت استني بس يا ست سعاد، انا سألت الأسطى جمال السواج وقال لي هما لجيوها على الطريق هربانة من اهلها. ما استنتش سعاد تسمع وجريت بسرعة، كانت هتدخل لمكتب فاروق الا انها لقيته خارج وشجن كانت وراه. سعاد وقفت وربعت ايديها وقالت بغيرة مين البيت دي يا فاروق وبتعمل ايه في بيتي؟ بص فاروق لام سعيد وقال خديها يا ام سعيد وشوفي لها اي هدمة تلبسها وعلميها شغل البيت. شجن مشيت مع ام سعيد وفاروق بص لسعاد وقال زي ما سمعتي، بنت غلبانة وجاية تشتغل هنا في القصر. خلص فاروق كلامه وراح لقطه وسعاد وراه وقالت وهي اللي جاية تشتغل بتيجي بفستان الفرح؟ جرى ايه يا حج فاروق، انت فاكرني عيلة لسه بضفاير ومش هفهم؟ هتفهمي ايه، انك اتجوزتها عليا ومش عاوز تفاجئني، قلت تجيبها لي بالتدريج، تقول لي في الاول انها جاية تخدم وفي الاخر الاقيها راسها براسي. ضحك فاروق وقعد على السرير وقال بتعب حرام عليكي، دايما ظلماني، هتجوز عليك عيلة من دور عيالي؟ ضربت سعاد الارض برجليها بغضب وقالت يعني كان في نيتك الجواز؟ بقول لك ايه يا حاج، انا ما اقبلش ابدا اعيش مع ضرة. وقف فاروق وحط ايده على وشها بحب وقال اللي يتجوزك يا سعاد ما يعرفش يشوف اي ست تانية على وجه الارض، حضري لي الحمام عشان اغير هدومي وانام، والا هفكر في الجواز عليك بجد. وفي المطبخ قعدت شجن بعد ما غيرت هدومها مع ام سعيد وقالت وانت بقى هربتي من اهلك ليه؟ ده حتى الجواز سترة للبنت، سترة لو كنت هتجوز راجل عدل، انما مش واحد في سن جدي، انا خلاص مش ناوية ارجع هناك تاني. وهتعيش ازاي؟ ايه مفكرة الدنيا هتبقى سهلة كده؟ هتبقى احسن مليون مرة من عشتي مع راجل ما بحبهوش. انت حرة، انا كنت عاوز انصحك، عموما يلا قومي معايا ورانا تنظيف. ماشي حاضر، بس قوليلي هو الحاج فاروق ما عندهوش عيال؟ عنده طبعا، طاهر شاب زي البدر وبنت وحيدة بس مسافرة مع جوزها بلاد برة، مش بنشوفها غير كل كام سنة مرة، وفي أمريكا. خرج الدكتور من أوضة العمليات وقال الحمد لله قدرنا أننا نستأصل الورم وكمان وقفنا نزيف الحمد لله. طب ونهلة عاملة إيه دلوقتي؟ هي لسه في الإفاقة، تقدر تشوفها بعد نص ساعة، بس هي لازم هتاخد مسكنات قوية هتخليها تنام لمدة طويلة. طب وهتتحسن امتى وهتقدر تخرج من المستشفى؟ الكلام ده مش هيكون اقل من اسبوع او 10 ايام، لازم نتأكد انها بقت كويسة. طب وبالنسبة للطيارة هل هنقدر نرجع مصر بعد خروجها من المستشفى ولا ده هيبقى خطر عليها؟ والله اللي هيحدد ده حالتها الصحية تسمح انها تركب الطيارة ولا لا. وكمان قبل ما تمشوا هديكم رقم دكتور صديق ليا في مصر يقدر يتابع حالتها. شكر طاهر الدكتور وراح علشان يشوف نهلة، وبعد وقت نهلة كانت نايمة على السرير بتعيط، وطاهر قال أنا ما كانش عندي استعداد أضحي بيكي، فكري في البنات لو جرى لك حاجة هيعيشوا إزاي.
كان نفسي اخلف لك الولد اللي بتحلم بيه انت والحاج فاروق. الحمد لله ربنا رزقنا ببنتين احسن من 100 ولد، ربنا يبارك فيهم ونقدر نربيهم كويس. شجن كانت قاعدة في المطبخ بتقطع السلطة، دخلت عليها سعاد وقالت: بتنتي انا مش مرتاحالك ومش قادرة اصدق الحدوتة اللي ضحكتي بيها على الحاج فاروق، وانا هكدب ليه والف حكاية؟ الحاج فاروق بنفسه قال لي انه هيتأكد من كلامي. لو كنت جاية وشطنك يوزدك كده ولا كده انك تلعبي على حد من اهل البيت فهتبري نفسك في الشارع. اطمني يا هانم، انا ولا عاوزة اتجوز ولا هفكر في الجواز، انا عاوزة لجمة ومكان انام فيه، غيرك ده مش هطمع. طيب لما نشوف. عموما عيني هتبقى عليكي طول الوقت علشان ما تفكريش ان البيت ده ملهوش كبير. خلصت سعاد كلامها ومشيت، وشجن قالت: يا ساتر يا رب، شكلك مش سهلة وهتطلعي عيني. بقى انا اخلص من الحيزابونة مرات ابويا تطلع لي سعاد، جوينا يا رب. وفي بيت محروس ابو شجن وقف وقال: انطقي يا بنت وقولي اختك راحت فين والا هطلع روحك في يدي. والله يابا ما اعرفش هي راحت فين، انا لبستها الفستان وخرجت علشان اشوف مرات ابوي ورجعت ما لقيتهاش. عاجبك الفضايح اللي اختك عملتها دي؟ هعمل ايه انا دلوقتي وهرجع المهر اللي صرفته ازاي؟ انا خايفه عليها قوي، خايفه يكون جرالها حاجه. يا ريت يا ريتها كانت ماتت، على الاقل اهون من الفضيحه اللي عملتها لي وسط الخلق دي. الحمد لله انها خلصت منك انت ومرات ابوي، قريب انا كمان هحصلها بس اعرف اراضيها. بتبرطمي تقولي ايه يا بت؟ ها لا ولا حاجة، بقول ربنا يعطرني فيك يا شجن يا حبيبتي. وبعد اسبوع وقف جمال قصاد فاروق وقال: انا نص ساعة وهتحرك عشان اروح اجيب طاهر به ومرته من المطار. تمام، يوصلوا بالسلامة ان شاء الله. قولي الاول عملت ايه في موضوع البت اللي اسمها شجن؟ رحت وتأكدت من اللي قلته لك ولا لا؟ كل الكلام اللي قالته لك صح، هي فعلا كانت هربانة من عريسها اللي معدي 70، وابوها ومرات ابوها كانوا غصبينها. طب والعمدة، عرفت لي اسم العمدة بتاعت البلد دي ولا لا؟ طلع جمال ورقة وادها لفاروق وقال: الورقة دي فيها كل حاجة عنه، هو فعلا رجل مزواج كل يوم بجوازة شكل وكلهم عيال. هز فاروق راسه واخد الورقة وقال له: تمام انا هعرف اتصرف معاه بطريقتي وادفعه تمن الحياة اللي عاشها. هو حضرتك ناوي تعمل ايه معاها بالظبط؟ اول حاجة هشيله من العمودية، ما هو طالما هو فاسد يبقى البلد كلها زيه، وبعدين هسجنه بعد ما اثبت اللي كان بيعمله. الله يبارك لك يا فاروق بيه، اكيد ربنا بعتك للناس دي علشان يخلصهم من الظلم ده. المهم دلوقتي روح انت علشان تلحق تستقبل طاهر ومرته وترجعهم على هنا. وعند شجن اللي كانت قاعدة في المطبخ دخلت عليها لين بنت طاهر وقالت: طنط شجن تعالي معايا بسرعة، انا وليان عاوزينك ضروري. خير يا لين؟ انا مش عارفه هما ازاي بيفرجوكم انت واختك عن بعض. بابا وماما جايين من سفر النهارده واحنا عاوزين نجمع ورد من الجنينه علشان نستقبلهم. شجن وقفت ومسكت ايديها وقالت: ماشي يوصلوا بالسلامه ان شاء الله، تعالي وانا هجيب لك احسن ورد. شجن راحت معاهم الجنينه وقطفت مجموعه كبيره من الورد وقسمتها على البنات اللي كانوا مبسوطين. جت سعاد وهي غضبانه وقالت: ايه اللي انت عملتيه ده يا غبيه؟ ازاي تعملي كده في الورد؟ عملت ايه بس يا هانم؟ انا قطفته علشان البنات الصغيرين. ازاي تكتفي الورد كده وتبوظي شكل الحوض يظهر انك واخده على همجيه وعمرك ما شفتي قصور؟ فعلا يا هانم انا اول مره ادخل قصور، بس بعتذر لو كنت عملت حاجه غلط. هعمل ايه انا باعتذارك ده؟ اوف امشي من وشي، وتاني مره ما تبقيش تتصرفي في حاجه ما تخصكيش. مشيت شجن وهي حزينه وراحت قعدت على كرسي بعيد وكانت بتعيط. ليان ولين قربوا منها وليان قالت: معلش يا شجن، هي تيتك ديها على طول متعصبة، كانت بتتخانق مع ماما على طول. مسحت شجن دموعها وقالت: أنا مش هقدر استحمل إهانتها ليا أكتر منك ده، أنا هروح لفاروق بيه. شجن سابتهم وراحت لفاروق ودخلت مكتبه وقال: خير يا شجن تعالي اقعدي. قعدت شجن وقالت: بصراحة يا فاروق بيه أنا مقدرة إنك فتحتي لي بيتك وأكرمتني، وربنا يقدرني إن أردلك جميلك، بس أنا مش هقدر أتحمل أكتر منك ده، أنا عاوز أمشي. تمشي تروحي فين بس؟ وانتي ملكيش حد تاني، اهدي بس وقولي لي مين اللي مزعلك. شجن كانت لسه هتتكلم بس فاروق جات له أزمة الربو وبدأ يكح ويتنفس بصعوبة. وقفت شجن بسرعة وقربت منه وقالت: فاروق بيه انت كويس؟ قولي طيب اعمل ايه؟ البخاخة، البخاخة في جيبي طلعيها. شجن كانت بتطلع البخاخة علشان تديها له، وفجأة دخلت سعاد واتفاجأت لما شافت فاروق قريب من شجن وساند عليها، واتكلمت بغيرة وقالت: ايه المسخرة وقلة الادب دي؟ انت ايه، محدش من اهلك عرف يربيكي؟ بس هقول ايه، ما انت تربية شوارع.
أنا مش تربية شوارع، أنا بنت ناس الحمد لله، ومش هسمح لك أبدا تغلطي فيا أو في أهلي. فاروق وقف وضرب على مكتبه وقال: إيه اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ أنت اتجننتي؟ اسكتي وإلا يمين بالله هرمي عليك اليمين. سعاد عينيها دميت وقالت: وكمان عاوز تطلقني عشان البيت دي؟ مش بعيدة تكونوا متفقين على الجواز كمان. بصلها فاروق بتحدي وقال: يا سعاد أنا هتجوزها خلاص، ارتاحي بقى، هو ياريت تتكتمي وتمشي دلوقتي من وشي. سعاد عيطت وجريت خرجت من المكتب، وشجن قالت: ليه قلت لها كده بس؟ دلوقتي المسائل هتتعقد اكتر واكتر. بص يا شجن، أنا مش هسيبك تمشي من هنا مهما حصل، البيت ده بحطانه أهون عليك من الشارع واللي بيحصل فيه، الموضوع ده منتهي. وبرا المكتب طاهر دخل القصر ومعاه نهلة وقال: الله، أمال فين ماما والحاج فاروق؟ أنا فكرتهم هيكونوا في استقبالنا. بيني وبينك كده حصلت حاجة، والست سعاد طلعت اوضتها تلم هدومها علشان تمشي. معقول؟ دي عمرها ما عملتها، أكيد في مشكلة كبيرة حصلت. أصل فاروق بيه ناوي يتجوز على الست سعاد عيلة كده في سن 20. كلهم اتفاجئوا من كلامها، وطاهر قال: الحاج فاروق ما يعملهاش، عموما خدي نهلة ترتاح في اوضتها، وأنا هروح لبابا المكتب وأشوفه. طاهر كان رايح المكتب وخبط في شجن اللي كانت خارجة. بصلها طاهر من فوق لتحت وقال: وانت مين انت كمان وبتعملي ايه هنا؟ ردت عليه شجن بسخرية وقالت: انا بقى صاحبة البيت، وسع بقى وبقى فتح عينيك علشان متخبطش في خلق ربنا. خلصت شجن كلامها ومشيت، وطاهر بصلها بغيظ ودخل المكتب لفاروق. وفي أوضة نهلة ابتسمت وقالت: والله حماتي دي تستاهل كل خير، كانت طول الوقت بتزن على طاهر علشان يتجوز، وهو هي اللي هتشرب من نفس الكاس. لا بس البيت دي باين عليها دخل على طمع، ده رايحة جاية في البيت زي ما يكون بيتها. وماله، بس اشوف وش سعاد وقتها هتعمل ايه. وفي المكتب طاهر كان قاعد مع الحاج فاروق وقال: اللي سمعته ده مش حقيقي، صح انت ناوي تتجوز تاني؟ يا ابني ما عملتهاش ونفس انك هعملها دلوقتي، امك مكبرة الموضوع. انا قلت كده برضو، امال مين البت اللي كانت خارجة من المكتب دي؟ هقول لك حكايتها بعدين، المهم دلوقتي نهلة فعلا مش هتخلف تاني؟ هز طاهر راسه بأسف وقال: ايوة عملت استئصال للرحم، وصعب انها تخلف مرة تانية. يبقى انت لازم تتجوز يا ابني، ما هو برضو لازم تجيب الولد ويبقى اخ وسند لبناتك. احنا اتكلمنا كتير يا حج في الموضوع ده، ونهلة مش متحملة. نهلة سيبها لي، انا هقنعها، بس الاهم هي العروسة، لازم توافق عليها. ويا ترى بقى مين العروسة دي؟ شجن، اسمها شجن، البنت اللي انت شفتها خارجة من المكتب قبل شوية. سعاد كانت واقفة على باب المكتب وسمعتهم وابتسمت وقالت: الحمد لله، يعني الحج مش حاطط عينه عليها ولا حاجة، وإلا ما كانش عرضها على طهر يتجوزها. جت أم سعيد وقالت: انت برضو مصممة تسيب البيت؟ استعيذي بالله كده وما تسيبيش بيتك، طلعي الشنطة الأوضة ورجعي كل حاجة مكانها، أنا مش همشي. هو إيه اللي حصل خلاك تغيري رأيك؟ الحج مش هيتجوز عليا، طلع عاوز يجوزها لطاهر علشان تجيب له الولد. وبعد نص ساعة وقفت شجن وقالت: على أساس إن السلعة ماليش رأي، كل واحد هيتاجر فيا شوية. بصي أنا ما كنتش حباكي لما جيتي، وكنت خايفة تكوني بترسمي على الرجل الكبير، بس طالما أنت بريئة خلاص هحبك واتمنى لك الخير كمان. خير؟ وهو جوازي من اللي اسمه طاهر ده خير؟ لا طبعا. اسمعي مني، الست نهلة تعبانة والمرض متمكن منها، والبنات صغيرين محتاجين ليهم أم، وانتي غلبانة ملكيش حد تروحيله. لا بس هتجوز اللي اسمه طاهر ده ازاي بس؟ زي الناس، فكري في كلامي وهتلاقي ان عندي حق، وبدل ما تبقي خدامة هتبقي ست البيت. خلصت أم سعيد كلامها وخرجت، وشجن كانت بتفكر في كلامها، وسعاد كانت واقفة برا الأوضة وقالت: ها طمنيني عملت ايه؟ أقنعتيها؟ أنا مش عارفة أنت وافقت إزاي على الموضوع ده، أنا فكرتك أول واحدة هتعترضي، لما تتجوز طاهر هيبقى أحسن 100 مرة من إنها تتجوز الحاج فاروق. طب ما نشوف لها طريقة تانية ونطفشها من البيت. تفتكر الحاج فاروق هيسيبها كده بالسهل؟ لا ده الأول مرة يقف قدامي ويهددني بالطلاق، وإيه عشان عيلة زي دي، وفرضي يعني بعد ما تجوزت طاهر بيه شافت نفسها وعملت راسها براسك، أنا هعرف أكسر رقبتها. ما تقلقيش، زي ما عملت مع نهلة هعمل معاها، المهم إنها تتجوز طاهر مش الحج. وفي أوضة نهلة وطارق وقفت نهلة وقالت: وإنت موافق على الكلام ده وهتتجوز عليا يا طاهر؟ أنا موافقتش يا نهلة، أنا جيت أعرفك عشان عارف إن ممكن أي حد يجي ويقولك وتتضايقي. ماشي يا طاهر اتجوز، أنا موافقة. استغرب طاهر وقال: إزاي موافقة يعني؟ إنت أكيد بتهزري أو مش واخدة بالك من الكلام. لا يا طاهر
اجده ولا اجده، انا عارفه انك هتتجوز من زمان، حتى من قبل ما اعمل العمليه وانا كنت مجهزه نفسي لجده. بس انا بقى مش عاوزه اتجوز، واكفلي على الموضوع ده. لا اتجوز يا طاهر، صدقني انا راضيه، والبنت دي احسن من غيرها، انا شفتها واتكلمت معاها. طاهر سكت ونهله قالت: انا عارفه اني هموت قريب، المرض ده طالما دخل الجسم ما بيخرجش منه غير بموت صاحبه، وانا كنت عاوزه ام حنينه لبناتي. يوه انت برضو هتجيبي سيره الموت تاني، انا ماشي رايح مشوار، عاوز ارجع الاقيك نسيتي الموضوع ده خالص. طاهر خلص كلامه ومشي، ونهلة قررت انها تروح لبناتها، وعرفت منهم قد ايه كانت شجن بتعاملهم بحب عكس جدتهم سعاد اللي كانت قاسية عليهم علشان بنات. قررت نهلة تقرب من شجن اكتر وتصاحبها اكتر، وده كان بيغيظ سعاد اللي كانت بتحاول توقع بينهم ولكن ما قدرتش. فاتت الايام وشجن اقتنعت بالجواز، وجه يوم كتب الكتاب. محروس ابو شجن كان قاعد جنب طاهر والمأذون، وقمر قربت من شجن وقالت: مبروك يا شوشو، ربنا يعوضك خير يا رب، العريس باين عليه كده ولا الممثلين بتوع السيمة. انا حاسه ان خلاص ربنا هيعوضني على البهدله اللي شفتها، وما تجلجيش، انا حتى ما اتجوز مش هنساك انت واخواتي. الحاج فاروق الله يعمر بيته جاب عمده كويس للبلد، وحط قوانين ومنع جواز القاصرات، وعمل لنا مشاريع خيريه كتير في البلد. الحاج فاروق ده ربنا بعته لي يومها نجده من السما. انتبهت شجن على صوت المأذون اللي قال: يلا يا عروس امضي هنا. مسكت شجن القلم ومضت في الدفتر، والمأذون انتهى من الاجراءات ووقف وقال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بالرفاء والبنين باذن الله. خلص المأذون كلامه ومشي، وبعدها محروس وقمر والشهود، واستنى فاروق اللي بص لطاهر وقال: خد مرتك واطلع على شقة اسكندرية، جده هناك اسبوعين ثلاثة وابقوا تعالوا. اسبوعين ايه بس يا حج؟ طب والشغل وانتم والبنات؟ على فكرة احنا ممكن ناخد نهلة والبنات معانا وهم يغيروا جو. سعاد ضحكت وقالت: اول مرة اشوف عروسة عاوزة تاخد ضرتها معاها في شهر العسل. بصت لها شجن وقالت: ما هنا ونهلة مش هنبقى دراير، احنا هنبقى اكتر من الاخوات كمان، اطمني انت يا حماتي، خلي البنات ونهلة مرة تانية وروحوا انتوا دلوقتي. طاهر اخد شجن وركب عربيته ومشي، وسعاد كانت قاعدة متغاظة وقالت: واني اللي فكرت ان نهلة تتغاظ بعد ما طاهر يتجوز عليها، ده طلعت مصاحباها وفي الاخر يقولوا لي اخوات. وبعد يومين كانت شجن واقفه على السرير وقالت: بقول لك ايه، ابعد عني وعلى الله تجرب مني، انا مجنونه وممكن الم الناس عليك. انت عبيطه، انت ناسيه اننا متجوزين، احنا بقالنا يومين هنا ولغايه دلوقتي ما جربتش منك. مش مهم، هو انت يعني مستعجل على ايه؟ بقول لك ايه، اتصل كده بليان نكلمها فيديو، البنات وحشوني جوي ونهله كمان. بصلها طاهر بشك وقال: هو انت متفقه عليا انت ونهله صح؟ ردت عليه ببراءه وقالت: انا لا طبعا، واحنا هنتفق عليك ليه؟ وسع بقى من هنا، عاوز انزل. انزلي، هو انا يعني ماسكك؟ نزلت شجن من على السرير، وطاهر استغل الفرصه وشدها الحضن وقال: بقى انت بتهربي مني ها؟ ومتفقه عليا انت وهي، انسي، انا هعرفك ازاي افركش الصحوبيه اللي بينكم دي. ما بلاش، عشان انت اللي هتزعل في الاخر. حاولت شجن تبعد عنه، الا ان طاهر قدر انه يسيطر عليها ويخليها تستجيب ليه والقربه، والاتنين غابوا عن الواقع في عالم خاص بيهم وبس. وبعد سنه تقريبا في المستشفى وقفت نهله وهي شايله البيبي وقالت: على فكره في شبه كبير من لين وليان، ده انت كنت مصممه انك تجيبي شبههم بقى. ضحكت شجن وقالت: كنت طول فتره الحمل ببص لهم عشان افرج مين فيهم لين ومين فيهم ليان، وبرضه معرفتش. قطعهم دخول سعاد اللي قالت: حمد لله على السلامة، أمال فين الواد؟ هتهولي علشان أشيله. أخدت سعاد البيبي وشالته وقالت: ده نسخة طبق الأصل من أبوه هو صغير، بس برضو لو خلفت كل يوم مش هتعرف تجيبي زي طاهر. دخل فاروق وقال: أنت برضو لسه فيك الداء ده يا سعاد، مش قلنا تبطلي بقى شغل الحموات ده؟ عموما أنا كلمت طاهر وهو رايح يحجز في المطار وهيرجع مصر النهاردة بالليل، ما كانش ليه لزوم تكلمه، هو كان جايل لأنه عنده شغل، هو مش هيرجع قبل أسبوع. اسبوع؟ ما يمكن يكون متجوز عليكم التالتة وانتم ما تعرفوش. ضحكت نهلة وهي بتبص لشجن وقالت: حماتي عمرها ما هتتغير. ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.